ما نتصور هو خاطر سيبو اسمك الله الحاج عبد القادر الولد هذا الله يرحمه وسع عليه ان شاء الله وهذا ماشي غولكم ولد كاع سعيد امين احكي لنا الحاج خرج منا خرج بصحته جا مكفي انا ولد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحاج ما كانش يعاني من المرض ولا حاجه لا ما عنده حتى حي ما عنده حتى والو ولدي عنده والو صحيح حتى ما خاصه حتىش كي استقبلتوا الاخبار الحاج كنت تصنت في البوست ما والو ما عندنا حتى اخبار احنا حتى خبرونا قالوا لنا ودي احنا قالوا لنا كسيده سيده احنا قالوا لنا كسيده ومن بعد قالوا ودي اللي راه طاح في الملعب في الملعب أيها الله ويعلم أولي مازال ما سمعنا حتى كي استقبلت الخبر الحاج كي استقبلته كي استقبلته الله ويعلم أنا قال له طاح في الملعب أنت كي كنت راقد كنت والله إلا كنت راقد والله إلا كنت راقد أولي حتى خلعوني بناتي ما حتى خلعوني بناتي جاوا عندي اليوم رانا فارحين بهم أيها والحمد لله رب العالمين شحال في عمره 91 زيد 91 هو كيزي هو كلاسي كان يغلب عليه 29 لا عندها 30 الحاج انت بواه انا جده جده انا جده بواه متوفي الله يرحمه بواه متوفي زيد الحاج حكينا انت كي سماك الله بلاحه كي يجيك نعم ولد خويا ولد خوك هذا تما انت عمه انا واحد تفضل الحاج ولد خويا واش شنو قال لك مع عندنا داك الدرس كي داو هادو راهو جا قال لك راه واحد عبد اللوطا انا دا كنت في العصر صافا في العصر جيت خارج حتى راهو اللي قال لي بدي حنا شفنا في واحد في البورطاب شفنا بلي واحد الروكار في بلا سفيان شنو قال لك فاش ما نقول خرجت مخلوع والله يرحمه يا ودي الله يرحمه يقول لك انا قال لك الله يرحمه لا مرض لا يديك لا ردك والو كان يلعب في الملعب قالوا طاح الله يعلم الحيه اللي طاح حتى مش هي عرفنا انت كنت هنا الحاج عندهم ولا لا لا كنت مخرج تي خبرت خبروك خبروا قلت لك انا حتى من دخلت هذا العصر اللي نحس دخلنا حتى الغالي واحد قال لي يا ودي راني سمعت هذا البوص اللي شفنا كذا واحد يقول له لوكار سفيان قلت له انا كنت خويا واش نقول لك ما عرفناش الحاج هو تما تقريبا هو الواحد عند امه نعم لا هما جوج هما جوج هما جوج اللي خلاهم كبير وزوج صغار جوج صغار اللي خلاهم باهم خلاهم باهم مساكين هما اللي يخدموا على عائله راه عندهم عائله راه ربما حتى احنا كانت شحال من مره كنا نصوروا لقاء تاع مولدي سعيده ولكن ما يبغيش يظهر في الاعلام الله يرحمه دائما ما يبغيش يبان هو كاع ما يبغيش بريستيج هو ما يبغيش مسكين مولديه كان يحلم بها بريزاوه 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 مسكين وقعد يحلم بها والنهار اللي لحق ليها الله غالب هذا هو المكتوب هذا اجله اسمك الله اسمك الله جلالي خاله